دائرة سياحة نينوى مختصة بالتفتيش ومتابعة المرافق السياحية في عموم محافظة نينوى. من ناحية التفتيش، من ناحية منح الإجازة، احنا بدورنا كهيئة السياحة فرع من افرع الهيئة في بغداد، احنا يجي المواطن نمنع نطلع عليه نشوف درجة التنصيفة أولى ثانية ثالثة رابعة بالنسبة الفنادق، قاعات العراس، الكوفيهات، المقاهي، المخازن، مشروبات، كل شيء ما يتعلق بعمل السياحة نطلع نمنح الدرجة، وراها نسوي معاملة مالته ندزها لبغداد، بغداد يشوف الضوابط يدققها من ناحية القانونية المالية يمنح الإجازة، تجي الإجازة نطيها. وإحنا بدوركم نريد نحث المرافق السياحية الغير مجازة، عندنا ليش يصير عليهم الغلق؟ نريد بدوركم يجون يجددون أو يجون يمنحون إجازة، ليش يتعرضون بالمسألة القانونية وينسدم؟ وإحنا شركات السياحية هم علينا بالضبط، يعني شو كل شيء ما يتعلق بمجال السياحة. بالنسبة للفنادق الحكومية والأهلية تابعة لكم أيضا؟ هسه حاليا الفنادق الحكومية ما عندنا طور إنجاز، يعني عند فندق الموصل أكو هسه مراحل إعادة عمارة، فندق نينوى يعني عليه مشاكل بسيطة إن شاء الله تنحل، تدري هاي أمور تنظيمية تخص عملهم، فهم يتحدثون بها كدائرة المرافق السياحية، احنا تابعين دائرة التفتيش والمتابعة بغداد، احنا الأقسام كل المحافظات تابعة لهذه الدائرة. فندقين يعني مثل فندقين وعندنا فندق ثالث آشور، وإن شاء الله يعني بهاي السنة يعني إن شاء الله تسمعون أخبار جيدة. آشور أخبار شنو؟ آشور هم يعني بعد لأن تدري هاي ضوابط بيها، يعني ضوابط قانونية وعقود وهاي، يعني الهيئة السياحة حريصة على هاي الشغلة، إلا من جانب القانوني والمالي والهاي عقود يلا تمنح الشركة رصينة. يعني مثلا في طور مثلا إن شاء الله إن شاء الله في طور إن شاء الله.